كده نعمله لينا احنا اربعه. انت لو رحت سينما او ماشي مع بنت في النيل ولقيت اختك ومعاها واد وقاعدين، رد فعلك هيكون ايه كمحمد عزت؟ اكيد انا هبقى رافضه، ويمكن يبقى فيه يعني رد فعل غير طبيعي، مثلا امسكها، مثلا ازعلها، اضربها في الشارع، اي يعني اي حاجه ممكن تبقى رد فعل عن غضب انا للمنظر اللي انا شفته. وانت يا اشرف؟ انا هجيب لهم مرتصين ترمس واقف جنبيهم. هتقعد جنبيهم؟ اه طبعا اقعد جنبيهم. كلام من جوه ولا؟ ايوه من جوه طبعا. ازاي؟ واتعرف على الانسان دوت، اشوفه ايه يعني، في ايه؟ ايه اللي خلاها وصلت معاها انها تقعد على الكورنيش وما تجيبش سيره او لو اتصرفت انا بطريقتي والله هتصرف كويس، لو بدماغي انا، بس لو اتصرفت وانا بفكر فيك وفي خالي وفي عمي وكده هيبقى تصرف وحش، هتبوظ الدنيا. عشان كده بقول الواحد مننا عايش بشخصيتين. انا عن نفسي حصل لي الموقف اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه دوت، ان انا والد اخو البنت قابلني انا وهي في المكان ده، بس كانت بالنسبه لي رد الفعل غريب جدا يعني. ايه؟ يعني هو فعلا عمل برضه نفس الحكايه وخلى البنت روحت وقعدت انا وهو. طب انت ظروفك ايه؟ قلت له انا كويس جدا وظروفي ان انا مستريح جدا وان شاء الله الاسبوع الجاي هكون عنده. انت رايك ايه في البنت اللي بتقابلك ديت؟ مقابله عاديه ولا بيرتبط عليها بقى او اشياء تانيه زي الجنس بيخش فيها؟ انت مشيت مع بنات؟ اه. ما مسكتش ايد البنت؟ مسكت. ما بوستهاش؟ بوست. طب بس بقى مش فين بقى في معنى الجنس ده؟ العلاقه اللي انا كنت هرتبط بيها حتى لو في ما عملش معاها كده. ليه؟ العلاقه البنت اللي انا كنت هرتبط بيها ما عملش اي حاجه معاها كده. بص، هو الجنس يعني خطوه في احنا عايزين نتكلم دي فاطمه الجنس بالنسبه هي البوس. احنا هي نوع من ممكن كبنت وواد بيتقابلوا في الشارع، اقصى حاجه ممكن يعملوها ايه غير بوسه غير ماسكه غير حاجه كده يعني؟ ما ده بالنسبه لي ما بقاش جنس، ده تبادل عاطفه دوت. تبادل عاطفه؟ اه، تمسك ايديها وتخرج معاها وعادي جدا تكلمها كلام حلو تبوسها، هو ده ايه؟ ده مش جنس ده خالص، عمر ده ما كان الجنس. حاجه زي كده انا في رايي انها ما لهاش حل، لان لا انت هتقبل ان اختك تتعرف على حد او تمشي مع حد، ولا انت هتبطل انك انت تمشي مع بنت. يبقى الحل الثاني بقى نبطل نمشي مع بنات ونتعرف على بنات، ودوت طبعا حل مرفوض جدا. مرفوض بالنسبه لك انت بس مش مرفوض بالنسبه لي انا، او مش طبعا. هو في حل من الاثنين، لا تعمل كده لا تعمل كده، اما نعيش بقى كده مشتتين بين محمود المتحرر ومحمود المتزمت وباسم المتحرر وباسم المتزمت. اصل انت ما انت احنا عايشين نعتبر كده. انت انا عايش تعبان انا عايش تعبان بسبب والدك.